النهارده باذن الله هنتكلم عن الكارديك بروبرتيز. طبعا كلكم عارفين ان خصائص القلب هي اربعه بروبرتيز مهمين جدا. البروبرتي الاولى اللي كل الناس بتسال عنها اسمها اكسايتابيلتي. كلمه اكسايتابل معناها استثاره او قابليه استجابه للمؤثر. يبقى اول كلمه وات از اكسايتابيلتي هي الابيلتي تو ريسبوند تو استيمولس، قدرة الاستجابة إلى استيمولس. قبل ما أجي أكمل كلامي في سؤال مهم لازم نعرفه، مين اللي هيستجيب لاستيمولس في الهارت؟ الهارت بتاعنا لما نيجي نرسمه هنلاقي إن الهارت البداية هو الأس إي نود، هو ده اللي بينظم ضربات القلب وهنتكلم عليه في البروبرتي التاني. الأس إي نود ده هو اللي بيطلع الانبوتس البدايه من عنده وهيدي الكهرباء الى اي في نوت، وبعد كده في حاجه اسمها باندل هنقولها بسرعه وبعد كده نقولها بالترتيب بعد كده، وبعد كده هيدي البركينجي فايبر شجره وشبكه من الاعصاب، وفي النهايه يدي للوول اوف ذا فنتريكلز. يبقى اللي هيستجيب للامبلس دي هو الفنتريكل. يبقى انا لما بتكلم على اكسايتابيلتي انا قصدي بيها فنتريكل. فتسألت مرة سؤال، هو الفنتريكل بس اللي هيستجيب للإمبرس؟ الإجابة لا، هيستجيب حاجتين، هو الوول اوف اتريا زائد الوول اوف الفنتريكلز، الاثنين هيستجيبوا للإمبرس وعايزين يعملوا اكشن بوتنشال ويترجموه بكونتراكشن. يبقى البروبرتي الأولى أنا قصدي بيها وول اوف اتريوم اند وول اوف فنتريكل. في نقطه ثانيه مهمه، دول هيستجيبوا للكهرباء بسرعه ولا ببطء؟ اكيد هيستجيبوا لها بسرعه عشان يعملوا كونتراكشن سريع. طالما الاستجابه سريعه يبقى العنوان الثاني للاكسايتابيلتي اسمه فاست ريسبونس، لانه في الامتحان ممكن نجيب العنوان ده او نجيب العنوان التاني، بس اكترية العناوين اللي بنحبها هو فاست ريسبونس. يبقى انا دلوقتي هرسم الاكشن بوتنشال اوف ذا فاست ريسبونس، فهاجي اوسع لنفسي عشان نرسم الرسمه مع بعض. الرسمه بدايتها خط عادي هو راستنج ممبرين بوتنشال، وقبل ما ارسم الرسمه دي عايز افكركم برسمه النيرف علشان هنشوف الفرق ما بين النيرف كاكشن بوتنشال وما بين الوول اوف اتري انفنتري اهي. ودي كانت الرسمه العاديه زمان، وادي الهايبر بولاريزيشن، ادي الرسمه العاديه وهنشوف الفرق. طب يا دكتور ريستنج هنا زي الريستنج هنا، لكن النقط المهمه بقى الريستنج لها اسم اخر. يعني كنا في النيرف دايما نقول على الراستنج راستنج ميمبرين بوتنشال عادي، الاسم التاني بتاعه فيس 4. عاملها بلون تاني عشان الارقام النهارده تبقى مهمه. يبقى انت في امتحان الام سي كيو مش هقول لك راستنج ميمبرين بوتنشال، انا هقول فيس 4. طبعا فيس 4 لكل الناس اللي سامعانا هتضايقهم نفسيا. المفروض ان انت لو عايز ترقم اي خطوه تبتدي الاول من 0 1 2 3. بدانا من فيس 4 وسببها مش معروف، يعني هم ليه بداوا من اخر رقم عندهم. المهم ده الرسم. طيب يبقى ادي الفرق الاولاني بينه وبين النيرف في التسميه. النقطه الثانيه في الشكل الاثنين زي بعض، الاثنين خط مستقيم. يعني ايه بقى خط مستقيم؟ لما النيرف بيستقبل كهرباء اهو، تخيلوا انه جاله امبلس شيء طبيعي وعايز يوصل لنقطه اسمها فايرنج ليفل. طب ما هو الراستنج ميمبرين اوف ذا اتريا اند ذا فنتريكل هيستقبل امبلس جايله من اس اي نو. طالما هيستقبل يبقى هو ستيبل. كلمه ستيبل يعني عادي، زيه زي اي ميمبرين طبيعي تاني. يعني زيه زي اي ممبرين طبيعي. في النيرف قلنا سبب الراستنج حاجتين، سيلكتيف بيرميابيلتي خدناها قبل كده،
بماده فازيه الاختياريه، وقلنا ان الممبرين بيحب انه يخرج بوتاسيوم اكتر من ان هو يدخل صوديوم. الكلام اللي خدناه زمان في النيرف هو هو انا بعيده النهارده، مفيش اي اختلاف، بس الاختلاف في السوم. في اختلاف تاني؟ في النيرف كان الريستنج بتاعه نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 70. بصوا بقى على الريستنج اوف اتريا اند فنتركل نيجاتيف 90. الارقام دي هي اللي عملت الفرق. طبعا انتم عارفين نيجاتيف معناها ان جوه في نيجاتيف متشارج وبره في بوزيتيف، او جوه في بوزيتيف اقل، كلام عادي. هنا الفايل بتاع النيرف كان نيجاتيف كام؟ 55. هنا بقى بصوا الفرق في الرسم. ايه اللي حصل كفرق؟ هنا انت كنت في النيرف بتطلع سلولي في مطلع بالراحه لغايه ما توصل لفايرنج ليفل. هنا مفيش السلوب ده او مفيش المطلع ده، بس انت عندك الفايرنج ليفل هنا في الهارد نيجاتيف 70. حد ملاحظ حاجه؟ ان الفايرنج ليفل اوف ذا اتريا اند فنتريكولار وول هو الريستنج ممبرين بوتنشال بتاع النيرف، لان الارقام هنا مهمه. يبقى انا بدات بنيجاتيف 90 والفايرنج عند نيجاتيف 70. في ملحوظه مهمه جدا للناس اللي بتتفرج دلوقتي، الارتفاع بتاع الرسمه دي اعلى ولا بتاع النيرف؟ انت عامل هنا الهايت او الامبليتيود اعلى. اعلى بدليل ان بصوا على القمه بتاعتنا اللي هي البيك كانت زائد 30. بصوا بقى النيرف كان كام؟ النيرف كان زائد 35. هتقولوا طيب الفرق فين؟ هنا دايما لما اتكلمنا عن النيرف قلنا ان النيرف بيبقى الامبليتيود بتاعه من نيجاتيف 70 الى 0 ادي 70 شحنه زائد 35 يبقى هنقول 105 تقريبا، ده الهايت او ميلي فولت. اما بالنسبه للهارد البدايه ناقص 90 والنهايه زائد 30، هتلاقوا ان الفرق 120 ميلي فولت، من ناقص 90 للزيرو، من 0 ل 30، ده ال 120. علشان ما نتعبش نفسنا، سبب اي هايت لاي اكشن بوتنشال هو دخول صوديوم، هو الصوديوم ان فلوكس، الصوديوم دخل في الممبرين عمل دي بولاريزيشن. الصوديوم بيدخل من خلال بوابات خاصه بيه. يعني ايه كلمه بوابات؟ هقولها لان في ناس كتيره من الترم الاول بتسال يعني ايه بوابات. نتخيل ان ده الممبرين العادي بتاعنا. ربنا عمل في الممبرين طبقتين من الليبيدز. طبعا انتم عارفين ان في فوسفوليبيد باي لير، مش هرسمها بالتفاصيل. الطبقتين الدهون اللي ربنا عاملهم في النص حاطط من خلالهم بوابات صوديوم بوتاسيوم، يبقى الشانلز اوف صوديوم هنا از ا بروتين، هو بروتين. بروتين ربنا دفنه ما بين طبقتين من الليبيد، ما بين الفوسفوليبيد باي لير. البروتين بتاعنا النهارده هو صوديوم شانلز، فبوابات الصوديوم موجوده هنا في خلال الممبرين. طبعا ليها تو جيتس ام واتش زي ما الكتاب قال. طبعا انا مش عايزها مره ثانيه لسبب، لان زي بالظبط النيرف ان الام جيت بتبقى هي الاوت والاتش جيت بتبقى اللي جوه. المعروف ان ديورنج ريست الاوتر جيت بتبقى مقفوله ولا مفتوحه؟ طبعا مقفوله. طب والاتش جيت؟ هي اللي بتبقى مفتوحه. اول ما بتيجي الانفرس الام جيت هتفتح والاتش جيت اساسا مفتوحه، فهيدخل الصوديوم من بره الى جوه. كل الكلام ده كلام عادي. عايز اركز على نقطه الناس مش واخده بالهم منها. اسم العنوان فاست ريسبونس. انت قلت سميناه فاست
عشان الاكشن بوتنشال في الوول لازم يحصل بسرعه. وفي سبب تاني، ان الصوديوم جيتد تشانلز بتبقى سريعه ولا بطيئه في فتحها؟ بتبقى سريعه، اسمها فاست فولتج جيتد صوديوم تشانلز، يبقى اتسمت فاست ريسبونس للسببين دول. المهم وصلنا الى القمه بتاعتنا اللي هي البي، وعملنا دي بولاريزيشن. عايزين بقى نعمل ري بولاريزيشن وارجع للريستنج مره ثانيه. بصوا على الرسمه دي، الري بولاريزيشن هنا كان مرحله واحده ولا اكتر من مرحله؟ اكيد مرحله واحده بس، اللي هو الخط ده. بصوا بقى الناحيه الثانيه بالنسبه للفنتركل والاتريوم، اهي حاجه انقطها واهي، وهنشوف الفرق في ايه. كده انت عملت الري بولاريزيشن، ادي مرحله وادي مرحله وادي مرحله. عشان كده الكتاب قال عليها اكتر من فيز، 3 فيزز. بس قبل ما نقول اساميهم نمشي بالترتيب. الريستنج كان اسمه فيز 4. الدي بولاريزيشن كل الخط الاسود ده هيتسمى فيز 0، وهحط الرقم بالاحمر. في امتحان الام سي كيو اللي هيجي السبت الجاي دايما بيبقى التركيز على ايه؟ على الارقام دي. عمره ما هيقول لك دي بولاريزيشن اوف فاست ريسبونس از كوزد باي، لا ما بنتعبش نفسنا خالص، بقول فيز 0 اوف فاست ريسبونس علشان الطالب اللي يحل يفكر هو 0 ده تبع مين؟ دي بولاريزيشن. يعني هما بعد ما رجعوا قالوا فيس 4، قالوا طب ما تيجي نرقمها من الاول، ادي 0، بعد 0 يبقى فيس ايه؟ ادي 1 وادي 2 وادي فيس 3. كده انا عندي ثلاث مراحل، وبعد كده ارجع مره ثانيه الى الرسمنج اللي هو فيس 4. نمشي مع بعض بمنتهى الهدوء. اي ري بولاريزيشن زي ايام النيرف، انا عايز ارجع مرة تانية إلى الريستنج. مين سبب الريستنج في الأساس؟ خروج بوتاسيوم. يبقى إذا فيز 1 وفيز 3 سببهم خروج بوتاسيوم. كلمة خروج هسميها بوتاسيوم إيه؟ إفلوكس، لأن لسه في ناس بتتلخبط في المصطلح ده. لما البوتاسيوم يخرج هسميها مش بوتاسيوم أوت، لأ، اي فلوكس. صوديوم يدخل اسميها صوديوم ان فلوكس. هقول حاجه تبدو غريبه لاي حد في الدفعه، انا قلت يا اما ان فلوكس يا اما اي فلوكس، يجوا في الام سي كيو لا يقولوا لا دي ولا يقولوا دي، يقولوا كلمه ثالثه، يقولوا كوندكتنس. كلمه كوندكتنس عارفين يعني ايه؟ كوندكت يعني توصيل، تعامل، ازاي الممبرين بيتعامل مع الايون، يدخله ولا يخرجه. يبقى كلمه كوندكتنس هي الكلمه العامه لمصطلحين، يا اما انفلكس يا اما اي فلكس. يعني دي كلمه عامه بتتقال في الام سي كيو والناس مش واخده بالهم منها. هتلاحظوا ان انا قلت فيس 1 وفيس 3 زي بعض وما قلتش فيس 2. هنعمل حركه دلوقتي جميله، تعالوا نتخيل ان انا مسحت الخط اللي في النص، مسحت ووصلت فيس 1 بفيس 3، يبقى بالظبط زي مين؟ زي النيرف. عشان كده انا عايز اللي يتفرج على الفيديو النهارده يبص على الاثنين، بصوا على ده وده، وصل 3 بـ1. طب ما هي النيرف. يعني انت عايز تقول يا دكتور ان الخط المايل اللي في النص فرق؟ اه فرق. الخط المايل في النص هيقسمه مره ثانيه، وقلنا عليه فيس 2. خط المايل ده اتسمى في الكتاب باسم بلاتو. كلمة بلاتو معناها هضبة. الكلمة دي ناس كتيرة مش عارفاها. وطبعا اللي بيتفرج علينا دلوقتي أكيد نفسيا حاسس بالإحباط. هضبة
هي ناقصه جغرافيا ايه؟ طب ايه علاقتها بالموضوع؟ العلاقه في كلمه هضبه في الجغرافيا معناها شيء مستوي، لا هو طالع ولا هو نازل. يعني البلاتو بتاعك في الرسمه لا هو اسندنج ولا هو ديسندنج. همسح وهقول الاسئله اللي بقالي سنين بسالهم. طبعا اي حد هيقول لي دكتور يعني لا طالع ولا نازل، انت الرسمه بتاعتك الخط انت مميله كده. الخط نايم. طب ما يا دكتور نازل اهو. انا مش قصدي كده، قصدي خط نازل يعني ايه؟ نازل قوي يعني شايفين زي ده فيس 3 نازل زي نازل على المنحدر. هل فيس 2 الخط المستقيم هل نازل قوي كده؟ لا، هو بين البنين، لا هو طالع ولا هو نازل. عشان كده تعالوا نكتب حاجه جميله على البلاتو واقول لكم الكتاب قال ايه. البلاتو معناه ان الاسندنج كيرف يساوي الديسندنج كيرف. يعني ايه؟ ان المنحنى بتاعك لا هو طالع ولا هو نازل. هتقولوا لي معايا تعالوا نترجم الكلام ده فيسيولوجي راقي. كلمه اسندنج تساوي عندنا كلمه دي بولاريزيشن فورس. يعني قوه الدي بولاريزيشن تساوي قوه مين؟ الري بولاريزيشن. الكيرف لا طالع ولا نازل. هتقولوا لي حلو معاك، عايز تقول ايه؟ مين سبب الدي بولاريزيشن الاساسي؟ دخول مين؟ دخول صوديوم. يبقى انا هاجي على الدي بولاريزيشن فورس واعمل لها ايه؟ استبدال. عارفين كان انا عايز افسرها بحاجه ثانيه، يبقى اقول صوديوم ان. هتقولوا معايا حلو، يساوي قوه الري بولاريزيشن اللي هو خروج مين؟ بوتاسيوم. يبقى يساوي بوتاسيوم اوت. كل ده محدش معترض، وهجيب المعلومه دي وابروزها. دي مهمه جدا. صوديوم ان يساوي بوتاسيوم اوت. وهقف سنه واتكلم. فاكرين لما قلنا زمان في الكاردياك مصر كتاب الترم الاولاني اللي هو فوليوم 1 ايه هي اهميه البلاتو؟ انا عايز بقى اهميه. أهمية البلاتو إيه؟ وتعالوا نفكر مع بعض، البلاتو ده كان مهم في إيه؟ مهم في حاجتين، هقول الحاجة الأولى contraction of the heart يحدث في التلت الأخير من البلاتو. دكتورة فاتن في الكتاب قالت الجملة دي، أفضل contraction للهارت يحدث في التلت الاخير. قبل ما اجي ارسم فين التلت الاخير اللي هو ده لاست وان سير، في افضل كونتراكشن. فطالبه سالتني السنه اللي فاتت سؤال منطقي جدا، دكتور اللي احنا بنقوله ده كونتراكشن ولا الكتريكال؟ قلت لها الكتريكال، ما ده اكشن بوتنشال. فين الكونتراكشن على الرسمه؟ قلت لها كونتراكشن على الرسمه اهو. الكونتراكشن سيبدا بعد الدي بولاريزيشن، صح؟ يعني بعد الحته دي، بعد الدي وبدايه الري. دايما الميكانيكال يحصل بعد الالكتريك، والكلام ده مثبت في الكتاب بارقام، بعد ب 20 ملي سكند، صح ولا لا؟ دايما الاكسايتيشن يبقى وراها كونتراكشن. طب ما ده اكسايتيشن. عشان كده كل اللي بيتفرج على الفيديو هيسال نفسه سؤال، هو الدكتور جه من عند الدي بولاريزيشن مثلا وراح منزل خط النقط، هو الخط المنقط ده قصده بيه ايه؟ قصد كاننا بفصل لك الكتريكال عن ميكانيكال. ادي الكتريكال بعده بشويه، شايفين السهم الاسود اللي بالعرض؟ بعده ب 20 ملي سكند. انا قلت هيحصل ايه؟ ميكانيكا. بصوا على ميكانيكا بقى، الميكانيكا اللي حصل مع بداية مين؟ البلاتو. بصوا بقى على الرسم، هعمل حاجة دلوقتي وتقول لي رأيك إيه؟ مش يا جماعة اللي طالع ده هو الكونتراكشن واللي نازل هو الريلاكسيشن، ملاحظين إن أنا خليت قمة الكونتراكشن تتزامن مع أي مرحلة؟
مرحلة مع التلت الأخير من البلاتو هسأل سؤال لأي حد بيتفرج دلوقتي وهيقول الدكتور بيسأل سؤال غبي وأنا قاصد هو الكونتراكشن يعتمد على أنهي أيون؟ كالسيوم ولا كالسيوم؟ طبعا يعتمد على مين؟ على كالسيوم. معنى كده إيه؟ معنى كده إن قمة الكونتراكشن لازم أدخل يكون فيها كالسيوم كتير ولا لأ؟ طب اسال سؤال اذا كان نهايه البلاتو انت وصلت لاكتر كميه كالسيوم تدخل جوه الهارد يبقى بالعقل بدايه البلاتو عايز كالسيوم ولا لا؟ طبعا تدريجيا يعني انت عايز كالسيوم في بدايه البلاتو لان مع بدايه البلاتو هيحصل كونتراكشن يزداد جراجوال لغايه ما يوصل الى النهايه. هتقولوا لي حلو الكلام ده كله ايه هي علاقته بهذا المربع؟ العلاقه جميله في بدايه هتلاقوها بالعربي البلاتو نحتاج الى كالسيوم ايضا. طبعا انتم عارفين ليه انا عايز كالسيوم؟ عشان الكالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد هيحفز خروج كالسيوم من السيتوبلازميك ريتيكولا فيفضل يحصل فيه احسن كونتراكشن. حلو يعني انا يا دكتور عايز كالسيوم وهنا اسال سؤال مين اللي دخل في البدايه؟ صوديوم ان عايز ابدله بمين؟ بكالسيوم. سؤال لاي حد ينفع نبدل حاجه عليها شحن بوزيتيف واحده بحاجه ثانيه شايله تو بوزيتيف شارج؟ طبعا انا اكيد سامع كل استغراب الناس اللي بتتفرج وايه يعني ما نبدل بوزيتيف ببوزيتيف؟ خلي بالك ده 1 فيلنت عارفين مونو فيلنت او احادي التكافؤ تبدله بحاجه داي فيلنت ثنائي التكافؤ هيحصل خلل. ربنا عمل ايه؟ عمل حاجه روعه خلى الكالسيوم يدخل مكان الصوديوم بس يدخل مكانه ايه؟ سلولي. طب دي تفرق معايا في ايه؟ لما الكالسيوم اللي شايل تو بوزيتيف تشارج يدخل ببطء مكان الصوديوم هيتعامل كانه شايل ايه؟ شحنه واحده بس. يعني انا داي فيلنت لو انا دخلت ببطء كاني مونو فيلنت وهو ده اللي حصل. كالسيوم دخل فيري سلو. هتقولوا لي دخل الكالسيوم ببطء من خلال ايه؟ من خلال شانلز خاصه بيه، ما احنا اتفقنا البوابات موجوده في نص فص الليبيد باي لير. اسم البوابه دي ايه؟ سلو كالسيوم شانلز. كتاب الاسم ما قالش كده، قال ايه بقى؟ قال ال طيب كالسيوم شانلز. خلي بالكم بقى في معنى الكلمه، دكتور ما قالش سلولي، ايه ال دي؟ ال دي اول حرف من كلمه لونج لاستنج. يعني كلمه لونج لاستنج؟ يعني هياخد وقت طويل ففتحه فتح البوابه يبقى بطيء ولا سريع؟ اكيد بطيء. يبقى الجمله اللي تهمني ات ذا ستارت اوف ذا بلاتو كالسيوم انفلكس ثرو ال تايب كالسيوم الشمس ده عادي. اسال سؤال بقى في نهايه البلاتو هل انت عايز كالسيوم يدخل جوه الهارد اكتر؟ الاجابه لا، لان انت في نهايه البلاتو بصوا على الرسم وصلت الى ايه؟ قمه الكونتراكشن اللي بيدخل فيها افضل كالسيوم. طب بعد كده انا عايز اعمل ايه بعد الكونتراكشن ما يخلص؟ ريلاكسيشن اللي هو الفيلينج اوف ذا هارت. هل بعد الفيلينج انت محتاج كالسيوم؟ اكيد لا. هتقول لي طب انت عايز توصل ليه؟ يبقى بالعقل في نهايه البلاتو بدل ما ندخل كالسيوم جوه الهارت نعمل فيه ايه؟ نخرج كالسيوم. الموضوع عامل بالظبط زي محل عايز بضاعة معينة، البضاعة خدها علشان يبيع بقى ويشتري والدنيا تمشي. طالما خلاص مش عايز البضاعة دي قدامه حل من حلين، يا إما يخزنها جوه في المخزن يا إما يخرجها بره
المحل، صح ولا لا؟ هتقولوا طيب ايه علاقة المحل بالهارد؟ يا جماعة هو ده موضوعنا. لو جينا نتخيل زمان لما رسمنا المنظر ده، هرسم رسمة وكل اللي هيتفرج علينا يقول رأيه ايه دي؟ ده كان التي توبيول بتاعت زمان، ترانسفيرس توبيولز، بيدخل من خلالها مين؟ الكالسيوم ايون. والكالسيوم كان يروح هنا علشان يخرج الكالسيوم من الساركو بلازميك ريتيكولوم. يا جماعه كالسيوم انديوست، كالسيوم ريليز، كالسيوم اللي دخل حفز الكالسيوم اللي خرج. في الحاله دي انا عندي حلين، خلاص انا دخلت كالسيوم وعايز انهي الموضوع، يا اما الكالسيوم الكتير اللي بقى هنا ارجعه فين؟ ارجعه للبمب. يا جماعه ده المخزن بتاعه، فاكرين كنا بنرجعه بالكالسيوم اي بيز بامب؟ فاكرين يا جماعه ارجع الكالسيوم فين؟ المخزن بتاعك هو الساركوبلازميك ريتيكولوم، زي فكره المحل والبضاعه. طب ما انت رجعتها، او تعمل ايه في الكالسيوم ده؟ اخرجه للاكسترا ايه؟ سيلولار فلويد. عندك حل تالت؟ لا، ما هو يا اما تخرجه بره يا تخزنه جوه، وفي الحالتين انت بتقول له انا مش عايزك تساعد في الكونتراكشن، انا مش عايزك تمسك في تروبونين سي، فاكرين بتاعه زمان. هتقولوا طيب نرجع لهذه القاعده الذهبيه في نهايه البلاتو، بدل ما اقول بدايه هقول نهايه البلاتو، نعمل محتاجين كالسيوم؟ الاجابه لا، مش محتاج كالسيوم. امال هتعمل ايه؟ هخرج كالسيوم وادخل مكانها صوديوم. هتقولوا ليه ادخل مكانها صوديوم؟ لان انت في البدايه كان الصوديوم ان تساوي بوتاسيوم اوت، انت اضطريت تدخل كالسيوم في البدايه عشان تعمل كونتراكشن، في النهايه ترجع الامور لطبيعتها مره ثانيه. ففي مره طلبه كتيره سالت طب وليه نرجعها لطبيعتها مره ثانيه؟ لان احنا اتفقنا ان البلاتو بتاعنا هل هو دي بولاريزيشن؟ لا. هل هو ري بولاريزيشن برضه ايه؟ لا، هو قوتين متساويتين. اوعى تنسى كده، دي اهم نقطه هي البلاتو. بس في حاجه عايز انبه عليها، ناس كتيرة برضو بتسأل في السؤال اللي جاي. يا جماعة أنا بقول لكم أسئلة طلبة بقالنا سنين في أسئلة مكررة ومنطقية. دكتور طالما إن البلاتو أنت بتقول إن هو لا دي بولاريزيشن ولا هو ري بولاريزيشن، ليه الكتاب حطه تبع الري بولاريزيشن؟ لأنه مرسوم في الرسمة تبع مين؟ تبع الري بولاريزيشن. عشان كده مجازا قالوا البلاتو ما دام في الكيرف الخط ده يبقى تبع ريبولاريزيشن. بس لما جينا فسرناه في الكتاب قلنا لا، في تو فورسز قد بعض. عشان كده لو جيت سالتك في الام سي كيو سؤال ريبولاريزيشن اوف ذا فاست ريسبونس كام فيز، كام مرحله؟ هتقول لي واحد اثنين ثلاثة. عشان كده الكتاب قال عليها تراي فيزك، ثلاثية المراحل. بالرغم من البلاتو احنا معترفين انه مش ريبولاريزيشن كامل. ناقص حتة مهمة على البلاتو اللي هقولها دي كل الطلب عارفينها. ربنا حط البلاتو عشان يطول الابسوليوت ريفراكتري بيريود، وده منطقية. لان تخيل نبص على الفرق ما بين الرسمه دي ورسمه النيرف قبل ما نمسحها. الابسوليوت ريفراكتوري بيريود كان واخد مراحل معينه، بس قبل ما اجي اقولها عشان امشي بنظام، انا عملت ايه لغايه دلوقتي؟